السلام عليكم ورحمة الله الزفلاون، مرحبا بكم. موضوع مشى بزاف في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ضربة إعلامية من بوز كما يقول، هو أنه حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري وقع في فخ تاع ناشطة سورية، وهذا في إطار الصراع اللي راهو بينه وبين الصحفي فيصل القاسم. هما في زوج يخدموا عند الجزيرة، يخدموا في قطر، يعني في نفس المؤسسة، مش الآخر بي إن سبور والآخر الجزيرة، هما عند نفس المؤسسة في بلاد واحدة وعايشين في زوج من عند قطر. تبدو الاتهامات بيناتهم، تغريدات على تويتر، وإذا بناشطة سورية تدخل على الخط وتفخخ حفيظ دراجي، يعني بطريقة جد ذكية، لأنه ربع ساعة وهي تمدح فيه وتدفع فيه لمدح النظام السوري، و يعني ما فهمش صح تأيد النظام الجزائري بعد ما كان ضد النظام الجزائري بعد عاد، ولا كل واحد حر. انا ما ندخلش روحي في الامور، انا احترم كل الاراء. انك تصفق لنظام كل يوم يدخل في الجزائريين للسجن، في نظام نافي للجزائريين، في نظام حارم الجزائريين من لقاء ما بيناتهم، نظام ولد حرام، تأيد وربي سهل عليك. ما تعود تأيد في نظام ثاني ماهوش بلادك، صح قال عندك فايده في الجزائر في النظام الجزائري، مش راح تربح انت من النظام السوري، نظام مجرم. الشعب تاعو تحب التقتيل توضع على حساب الأحرار اللي خرجوا ضد النظام وحبوا يطيعوه، يعني هذا اللي خوانا ولا متأمرين ولا كذا ولا كذا. وشكون اللي قتل الشعب؟ يعني الشعب هذا ناض وحده، سبحان الله. أنا كنت مشي بزاف في سوريا ونعرف كيفاش الوضع في سوريا، كيفاش الشعب يخاف، كيفاش القمع، الظروف المعيشية. كولونيل تلقاه كي يكمل خدمة راح يغسل طوموبيلات، إي نعم، تسيبو أستاذ جامعي كي يكمل يروح يبيع الشاورما، لأنو شاريت ما تكفيهش. فقا عايشين في سوريا وشي يعني منا، زيد تشوف القمع، هذا يخاف من هذا، الخو يخاف من خوه، البابات يخاف من ولدو. أحسن لي إني دخلت لواحد الحانوت في دمشق، طلبت كاسيتات تاع شيخ إمام، أنا نحب بزاف تسمع شيخ إمام، واحد فؤاد نجم، قلت نقدر من الفرصة إني في سوريا نجيب كامل الأغاني تاعهم. وأنا يعني كانوا عندي أغاني، قلت نلمهم. دخلت سقسيت، قلت له اسكو عندكم أغاني الشيخ إمام؟ قال لا ما فيش. قعدت نشوف هذا وشفت الاخر تاع وديع الصافي تاع ناظم الغزالي، قلت له هادو ما عندك منهم؟ قال لي خلي تحب تسجل، قلت له لا تقدر تسجل لي منهم لانه يحط هادو تسجل تعاود تولي. كي يهدر قال لي انت منين؟ قلت له جزائري. قال لي ساعات تحب الشرطه تاع الشيخ امام؟ قلت له داخل على الشرطه تاع الشيخ امام، ليش تحبس على فريد الاطرش؟ قال لي كاينين. قال لي بالعقل، لانه الاستماع إلى أغاني الشيخ إمام واحد فؤاد نجم اليوم يتكلموا على ما يحصل في مصر، مش ما يحصل في سوريا، ممنوع. شفتوا وين يعني واحد يدافع على نظام كما هذا؟ عيب عيب، أنا أقول عيب. واللي تغيظ هو أنه وهي تقول له أنت علم وأنت كذا وأنت كذا، تكبروا تكبروا تكبروا، سلام. هذه اللي تغيظ، يعني حراشي بريد الحراش زيري تجي تلعبها لك، يعني واحدة بكل بساطة، يعني هذه سذاجة ولا واش؟ خليكم تسمعوا لهذا
التسجيل اللي دارته هاد الناشطه السوريه. واش راح نعلق وسمعوا انتم عليكم الحق. نعم، صباح الخير. صباح النور مدام. استاذ حفيظ دراجي، يسعد اوقاتك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بك، معك انا السيده سناء من القصر الجمهوري في دمشق. انقل لك تحيه خاصه لحضرتك ولمواقفك. الله يسعدك، الله يحفظك، هذا واجب يا سيدي، هذا واجب. ونتمنى ان لا تكترث لمن لهم أبواق وخربوا البلاد. يعني هذا، يعني أنا كلفت أن أنقل تحيات كل القصر الجمهوري على رأسهم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، حفظه سلمي عليه الله. كثيرا، سلمي عليه كثيرا، والله معكم، والله معكم أخي العزيز. نحن نريد أن نقول لك شيء أستاذ حفيظ. أنت علم يعني كبير ومعروف، مواقفك الجيدة والقوية. نتمنى أن لا يعني يرجعك أحد عن هذا القوة في لا الدفاع لا لا عن الأوطان العربية التي دمرها هذا ما يسمى الربيع. أبدا 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 سيدتي، أبدا سيدتي، أبدا. هذا ليس ربيع، ولكن هذا خراب، لا قلت لك، هذا نعم طبعا هذا طبعا خراب البلاد يا أستاذ حفيظ، خراب للبلاد، خراب للديار. ماذا فعلوا؟ فعلوا، خربوا البلاد باسم الحريات والديمقراطيات. وهذا المدعو فيصل القاسم باع وطنه أول من باع وطنه، أول شخص. وكان سعيد وفخور بتهديم بلده، وكان سعيد وفخور كل مرة يموتوا ناس، كل مرة يتهدم سوريا، كل ما كان سعيدا ومنتشيا وكأنه مش عارف مين. نعم، الحمد لله. هؤلاء الأشخاص ينكرون فضل البلاد عليهم، درس وتعلم وترعرع في هذه البلاد، والمال والشهرة، سبحان الله. يعني أنت يعني لا ينقصك لا مال ولا شهرة، ولكن مواقفك الثابتة أستاذ حفيظ هذا يعني يدل على النبت الطيبة. ونحن طبعا علاقة السيد الرئيس مع الجزائر علاقة يعني قوية، أنا عارف سيدتي، ولا أنا عارف سيدتي. يدمرها أحد، ولا يدم أستاذ، متى ستكون لك زيارة إلى دمشق؟ والله يسعدني يا مدام، والله يسعدني. هل إذا نلقاو في هل تواصل، إذا كان هذا رقمك، هذا رقمي، نلقاو في تواصل في أول أنا مناسبة وفرصة إن شاء الله. سنوجه تفضل. لك دعوة رسمية بإذن الله باسم شكرا سيدتي، شكرا. السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الباقي رغم أنوفهم، الله الباقي. يسعدك، الله معك، الله معك. وسنراه قريبا في في الجزائر. الجزائر نعم نعم إن شاء الله، إن شاء سيزور الله، إن الجزائر شاء الله، مرفوع إن الرأس، شاء الله، إن شاء مرفوع الله. الرأس. ساعتها خلينا نشوف الدكتور فيصل القاسم، ما يسمي نفسه دكتور فيصل القاسم، ماذا سيفعل، ماذا سيكتب. بإذن الله مدام، بإذن الله، هل بإذن الله. أنا حضرتك، أنا حضرتك. إذا وجهنا لك أستاذ حفيظ دعوة، هل ستكون ملبي لهذه يسعد الدعوة؟ يسعد يسعدني 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 كل فرص. ولن تكترث لما سيكتبه فيصل القاسم؟ والله لا، والله لا يهل شعره مني يا سيدتي، نعم، والله لا يهل شعره مني، يكتب ما يريد. لك كل الاحترام والتقدير أستاذ هو حفيظ. وغيره، هو صدقني وغيره، هو يقول لا يهل شعره مني. صدقني، أريد أن أقول لك شيء هام. البارحة كنا مجتمعين بالسيد الرئيس الدكتور المتواضع دكتور بشار الأسد الله يسلمك، وزوجته الرائعة، قالوا كلام عنك أنا أنقله لك باسم الدكتور بشار، أنك علم من أعلام الرياضة الكبير، اسمك لامع، الله يحفظك، والرجل العربي الأصيل. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. هذا أقل من واجب سيدتي، سلمي لي عليهم كثيرا، والله معكم. وإن شاء الله نشوف سيد رئيس الجزائر إن شاء الله، إن بإذن شاء الله، الله. لا أعرف، هناك يقولون أنك كتبت تغريدة أخرى تعتذر منها من الشعب، هم أبدا اعتقدوا أنك أبدا أبدا. أبدا ليس صحيح، أبدا، ليس رديت مكتوبة،
رديت وقلت بأنه أنا لا أقصد الشعب السوري، الشعب السوري على العين والراس، أنا لا أقصد الشعب السوري لا، حر، فسروها، في أنه فسروها انك اعتذرت من ما يسموا يعني اعداء الوطن، يعني هكذا فسرت يعني. هو فسرها، هو فسرها وأبواكه، هي موجودة التغريدة واللغة العربية سليمة وما فيهاش ولا، هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري وكأنه أنا لما سبيته سبيت الشعب السوري، أنا لم أسب الشعب السوري، الشعب السوري حر، الشعب السوري حر. نعم، يعني لازلت على تغريدتك الأولى، أنه من دمروا البلاد، أنت طبعا تقصد من دمروا البلاد، طبعا خرجوا ثورات طبعا ودمروا طبعا البلاد لكي طبعا يسقطوا رئيس جمهورية طبعا منتخب طبعا بشكل ديمقراطي. طبعا سيدتي، طبعا سيدتي، هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري، حب يعمل لي مشكل، ووصلتني ردود من سوريين محترمين هنا وحتى من سوريا، يعني من حتى موجودين معي زملاء، قلت لهم انا رديت على هذا ما يسمى الدكتور، انا وش دخلني في الشعب السوري نهاجمه بذلك الشكل، هو اللي خان وطنه، هو اللي دمر وطنه وفرح لتدمير وطنه، نعم، فرح لتدمير وطنه، انا لم اقصد الشعب وحرض، السوري. لا لا، وحرض أيضا، يعني وحرض على الدكتور بشار وعلى سوريا، سوريا العظيمة اللي العظيمة كانت لا ينقصها شيء، لا ينقصها شيء، دمروا البلاد يا دكتور، يا أستاذ، دمروا البلاد. أنا لم أغير موقفي ومستعد لكي أجدده غدا وبعد غد وبعد غد، أبدا أبدا. لا، فسرت والشعب السوري، الشعب السوري ليس فيه فقط معارضين، الشعب السوري فيه الجزائري، فيه معارضين، فيه المؤيدين، وفيه ونحترم كل الناس، وهذا هو المجتمع الصحيح، يعني اللي فيه حيوية وفيه رأي ورأي آخر وفيه احترام للبلد وفيه محافظة عليه، حتى ولو اختلفت أنا وأنت، لكن لا نختلف على وطننا، لا نعم نهدم وطننا نعم نعم أبدا. هناك العديد في الوطن سوريا الوطن شيء آخر. أستاذ حفيظ، هناك العديد من السوريين المقيمين في سوريا يعارضون ويتكلمون ولا أحد يفعل لهم شيء. وهذا من حقهم، هذا من نعم حقهم سيدتي، نعم من حقهم، نعم وهذا من حقهم، وهم أحرار في ذلك، أنا لا شأن لي به، أنا رديت على السيد الذي انتقدني وانتقد بلدي، رديت عليه كشخص، صوبت فقط بأنه الشعب السوري على العين والراس، أنا عمري ولا تهكمت على الشعب السوري هم اعتبروا ولا تدخلت في تغريدتك شأن. أستاذ حفيظ، اعتبروا التغريدة الثانية هي اعتذار من الثوار أو أبدا ما يسمون أبدا المعارضة. أبدا سيدتي، أبدا أبدا سيدتي، أبدا سيدتي، هذا ما أبدا. عهدناك، هذا ما عهدناك فيه يا أستاذ حفيظ دراجي الرائع، اللي قريبا ما يخالف، تغريدتي سنقدم. واضحة، تغريدتي واضحة ومكتوبة باللغة العربية، واللي عنده نوايا صادقة يفهمها كما هي، أما اللي عنده نوايا خبيثة فيفهمها كما يريد، بس. نعم، صحيح صحيح، لك كل التحية والتقدير الله يسعدك مدام، الله يسعدك. ولك سلام خاص أمرت أن أنقله لك من الدكتور بشار الأسد وحرمه. سلمي لي عليه كثيرا وقولي له لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر، هذا أقل شيء، لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر الدولة فقط. نعم، متى سنرى السيد الرئيس في الجزائر؟ متى تتوقع؟ والله بإذن الله سيحضر، بإذن الله أنا مطلع عندي مقاعد، بإذن الله سيحضر إن شاء الله هل هنا في هناك الجزائر. هل هناك ترتيبات برأيك لهذا الأمر من الجزائر؟ طبعا هل تستطيع هناك الجزائر ترتيبات وهناك ترتيبات، أن تتحمل هذه النتيجة برأيك؟ طبعا طبعا نعم، الجزائر يا سيدتي لا تخاف، لو متلائم، وبعدين احنا معروفين بمواقفنا، حتى ولو كانت مواقفنا في بعض الأحيان لا تعجب البعض، لكن نعم مواقفنا ثابتة من قضايا أمتنا، واحنا مع عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية، وعودتها راح يخليها ايضا تعبر عن وجهة نظرتها وتكون جزء من هذه المنظومة العربية مثل ما كانت من زمان، وعادي جدا فرد من العائلة يرجع لعائلته. بس نحن نرى الآن الكثير يعود لمصالحة الدولة السورية، وليس كلمة، يعني هو ليس نظام، هو دولة قائمة بحد ذاتها، رغم التآمر عليها، هو فقط، يعني بداية المشكلة كانت بينك وبين ما يسمى فيصل القاسم، كانت بسبب فلسطين أعتقد، صح؟ نعم، من أصلها هي القضية الفلسطينية، الأصل هو القضية الفلسطينية. هو وبعدين هو أنا عارف بأنه النظام المغربي والمخزن كما نسميه، وأنت تعرفي متاعبنا ومشاكلنا مع النظام المغربي، وشفتي أيضا الحراك اللي صار بيني وبين
وبين نظام المخزن مثل ما يسمى منذ سنة تقريبا في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك تهكم كبير علي وعلى بلدي، وهو جزء وأنا أعتبره جزء من هذا النظام المغربي الذي اللي ماسك عليه أشياء ربما، وصار حتى يتكلم مغربي، حتى في تغريداته الآن ينشر تغريدات بلهجة مغربية. تقصد فنفسه فيصل، الله تقصد فيصل القاسم؟ نعم اه فيصل يكتب القاسم، اه تغريدات نعم تفضل. باللهجة، باللهجة الدارجة يعني. طب اللهجة الدارجة المغربية يعني، نعم ولا نعم يفهمها أي سوري، اه ولا يفهمها أي سوري ولا أهل اعتقد الذين لم منذ قليل، يتعلموا عن منذ قليل المغرب. كتب تغريدة انا لم افهمها، ما ماذا يقصد فيها؟ لم افهمها. ليست تغريدة، كتب على كتب الفيسبوك، كثير. على الفيسبوك كتب. لا أعرف، ليس عندي هاتف ليس عندي آخر لكي أنظر إليها، ولكن لم أفهمها يعني. هل هي باللهجة الجزائرية؟ هي بالمغربية، هي اللهجة المغربية، ماذا اللهجة يقصد، المغربية ماذا هي يقصد فيها، ماذا يقصد فيها؟ والله سامحيني سامحيني، نعاود نطلع عليها في تليفون آخر، آه وممكن نقول لك ماذا يقصد بها. لا أعلم. سامحيني بس دقيقة. آه تفضل تفضل، أنا معك، أنا معك. اللي فيه الفز كيقفز، ماذا يقول؟ اللي فيه الفز كيقفز، هو معنى أي ما معناك، بالمغربية ما معناها؟ معناها اللي فيه في نفسه شك، هو اللي يرد يعني، هو اللي أها يرد أنا الفعل لم أفهمها تقريبا يعني، هذا. أنا لم أفهمها، وكلفت أن أسأل حضرتك ما معناها يعني. هذه لهجة مغربية، هذه لهجة آه اللي يعني، فيه الفز كيقفز. آه يعني هو الآن يرد بلسان المغاربة، كون أن فيها مشاكل بين المغرب والجزائر. طبعا، والآن المغاربة داعمين وكلهم ضدي، طبعا فيه سب وشتم كبير جدا من طرف المغاربة، كلهم يدعموها طبعا، نعم لأنه حسب رأيهم ظني أو حجمني أو حطني في موقع محرج، ولكن أنا لا يحرجني هذا الأمر تماما. صدقيني بأنه حتى تغريدتي الثانية أبدا لم تكن اعتذار، لأنه لما تكتب اعتذار واضح أنك لا، هم لم تكن تفاعلوا معها تكتب. على أساس أنك تراجعت عن كلامك، وأنك تعتذر من ما يسموا نفسهم المعارضة أو الثوار اللي هم ضد أبدا النظام أو ضد الدولة. أبدا يا سيدي، أبدا، اطمئني اطمئني اطمئني، أنا هذا موقفي ولن يتغير أبدا. أعلم ذلك، لذلك أنا أمرت وكلفت من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في أن أتحدث معك، وأشكرك بشكل مباشر بلسان الدكتور بشار، وقال لي حرفيا أنت العربي الأصيل. سلمي عليه كثيرا سيدتي، سلمي عليه كثيرا، سلمي سيصل، عليه كثيرا. سيصل حتما، وسأبلغ تحياتك وسلامك واستعدادك في الأيام القادمة لطلب دعوتك بشكل رسمي إلى سوريا، بإذن الله سيدتي، ونحن لا نخاف من أحد. أبدا أبدا سيدتي أبدا، الله يحفظك، الله يحفظك ويومك جميل إن شاء الله، شكرا جزيلا على أشكرك، التواصل. أشكرك جزيل الشكر، أشكرك أستاذ حفيظ دراجي، أشكرك جزيل الشكر. دعني أقول لك شيء مهم أيضا أستاذ حفيظ، أنت علم ولا يهمك نباح الكلاب، أبدا لا يهمك نباح أبدا سيدتي الكلاب، لا يهمك. دعني أقول لك شيء أيضا هام جدا أستاذ حفيظ دراجي. أستاذ حفيظ دراجي، للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الديكتاتوريين. أنا ميسوم بيرقدار، وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب. يعني فعلا خسارة كبيرة إنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة. وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله، وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار. بس هذا الشيء اللي حبيت أوصل لك إياه، إنه سهل جدا إنه الواحد يضحك عليكم، كتير سهل، لأنه أنتم من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. تعرفوا المثل هذا يا أستاذ حفيظ؟ سكر سكر الأستاذ حفيظ دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض جو. كان معكم حفيظ دراجي وميسوم برقدار، وعاشت سوريا حرة ويسقط كل مؤيد لبشار. مع موجه قويه، هذا واحد كما قال احد الاخوان اللي عالقوا، قالوا قعد في الرياضه احسن، لانه واحد كان يعارض في النظام
كان يعني عنده مواقف مشرفة، وحتى لما بدا يدبدب ما وقتها بدا يدبدب قلنا لا ما نحسبوش هذا، حاولنا كيفاش ما نلوموش، ولكن هذا الشيء ما فيه ما يتقال. ربي يقدر الخير، ربي يقضي حال بلادنا، وربي يهدي من غلط ومن زرق، وإن شاء الله هذا الصاروخ جو أرض يكون يعاود يعطي الحق الدراجي يدرك الشيء اللي راه يدير فيه، لأن الشيء اللي يدير فيه ما يخرجش عليه وما يشرفش. يعني واحد اللي كان عنده مواقف، وعلى كلام من الاول كان مع النظام وخدم يعني، ومش حتى العهده الثالثه مع بوتفليقه، في العهده الرابعه عند بوتفليقه، ومن بعد مع العرب. بعد الحين كيفاش نظام اخمج من نظام بوتفليقه تجي تقف معاه وتصفق له؟ بوتفليقه ما دارش في الجزائر كما دار تبون، كل يوم ناس في الحباس. يعني الحين الرد ما الاستاد تغلقوا، هذا حق دراجي راه معلق رياضي، من المفروض يخمم كيفاش الملاعب تاع الجزائر مغلقه في وجوه الجمهور، والبطوله كلها تتلعب بدون جمهور، كاس الجزائر ممنوعه منذ 3 سنوات، السوبر كوب ممنوعه منذ 3 سنوات، كيفاش هذا؟ ويسكت ما يتكلمش على الامور. ربي يقدر الخير، هذا شكر ربي اللي ما خلق. Shut up!